محمد بسام المتألق تصل مرة تانية على طول أمامية في نص الملعب، تتلعب عدى القرموطي، عدى القرموطي، لسه الكرة مع القرموطي، تلعب العرضية وجون أبوكا، وقنبلة قنبلة صاروخ بالرأس من جون أبوكا، يتقدم تسلم راسك يا أبوكا، وبيختم على الكورة زي ما بيقول جون أبوكا ويحرز الهدف السادس له في دوري هذا الموسم، أحرز في فرقه هدفين في إنبي و هدف في نادي الزمالك، هدف رقم 6 اتلعبت حلوه من القرموطي، عدى القرموطي من كابوري، اتلعبت العرضيه يا ولد يا ولد، راحت لابو السعود ولكن اخذت ايد ابو السعود وهي داخله الكره، اتلعبت حلو، شوف شوف ده شوطه بالراس، شوطه بالراس ما شافهاش ابو السعود رغم ان راحت على ايد ابو السعود، اخذت ايد ابو السعود ويتقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الاول، واحنا في الدقيقه 43 في مرمى المقاولين العرب اللي محتاج وراه اكتر المقاولين العرب، لكن الطلوع في الهواء ايه والنزول على الارض ايه وتغيير الاتجاه ايه وايه وايه يا جوني يا ابوكا شايع. تتلعب على طول أمامية لمحمد سالم، محمد سالم دخل المنطقة، سالم لعب العرضية، سالم وتسديدة، ويا سلام ويا سلام على طول الأوغندي غواكيم أوجيري يحرز هدف التعادل، واحنا في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني، التعادل عشان المباراة تحلو، ولكن صاروخ صاروخ من الأوغندي غواكيم أوجيري بيسكن مرمى محمد بسام، محمد سالم الهداف نجم الزمالك وبتروجيت والداخلية والمقاولين، عدى ولعب بشماله لغواكيم أوجيري بيمينه، ودى بسام على اليمين وراحت الكرة في المقص الشمال، لا تصد ولا ترد عشان يعلو صوتنا من الشوط الأول، قلت لحضراتكم إذا أراد المقاولين العرب أن يبقى في دائرة طموح البقاء في الدوري الممتاز فعليه بمواصلة المشوار وحصد الثلاث نقاط، المباراة تعود إلى نقطة التعادل ولكن المرة دي 1-1، البداية من دار خاصة من المقاولين العرب في